Orthographe, donc question 1, orthographe, complète les mots par les accents, accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Et donc, on a déjà la forêt. Et donc, la forêt, باش كنكتبوها كنكتبوها accent circonflexe. Et donc, comme ça, et donc, la forêt. Et donc, écoutez, écoutez-moi. Et donc, سمعني هنا بالنسبة l'accent aigu, فيها كنكتبها, mais qui يكون موراها واحد النطق غير صامت بحال كو مو ايكو كو وراها كو اذا النطق غير صامت اذا شنو كنكتب هنا كنكتب اكسون ايبي اذا هنا عندنا اكسون ايبي اون بريير اذا بالنسبه للبريير وراء غ يعني نطق صامت اذا شنو غيكون عندنا ملي كتكون عندنا نطق موراها نطق صامت كنعملو اكسون كو غراف اذا هنا عندنا اكسون غراف تري بيان عندنا لو فرير نفس الحاجه وراء اكسون عندنا غ يعني نطق صامت اذا شنو غنعملو هنا نعملو accent quoi accent grave très bien la lumière غ اذا لا ليميير وراها اوكي نطق صامت اذا هنا شنو نعملو accent quoi accent grave اذا لا poupée في الاخر اذا هذه اسم مؤنث اذا ما عندناش تي في الاخر اذا غيكون عندنا لا poupée اذا هنا عندنا اوكي مكتوبهاش هنا او accent e باش نكملو او accent e ما تكونش عندنا غير او accent وحده لا poupée او accent e بالنسبة لأتر أتر أوكي ألوغ أتر عندنا أو شابو يعني كنسموها أو سيركونفليكس إذا عندنا أتر تخي بيان لا في لا فيمي إذا لا فيمي عندنا كوا عندنا أو أكسون اللي كيجيو في الآخر كيكون عندنا أو أكسون إيبي إذا هنا لا فيمي عندنا أو أكسون أو تخي بيان تاخلو كيسيون دو إكخي لي مو سويفون دون لا بون كولون هادي باينة إذا هنا عندنا إليفون هاد الأو اللي كتكتب بهاد الشكل كتسمى accent aigu اذا نكتبوها في الخانه المخصصه ديال accent aigu elephant très bien I'm sure rivière rivière فيها accent quoi grave اذا نكتبوها في هاد الخانه اذا rivière اذا نكتبوها اذا عندنا rivière accent grave نمشيو لكافي كافي بهاد الشكل accent عندنا accent aigu اذا كافي accent aigu نمشيو تيت تيت يعني كتكون عندنا او شابو كتسمى accent circonflexe اذا نكتبنا tête اذا tête اذا نكتبو tête très bien نمشيو بالنسبه لبيش بيش كذلك عندنا accent circonflexe اذا نكتبو بيش accent circonflexe اذا هنا عندنا بيش très bien نمشيو fièvre fièvre عندنا accent quoi accent grave اذا نكتبوها في هاد لا كولون اذا fièvre très bien سالينا la question 2 alors on passe à la question 3 إذا أكورد كوريكتمون لادجيكتيف كاليفيكاتيف لادجيكتيف كاليفيكاتيف هو الصفة ديال واحد الاسم إذا كبير صغير قصير إلى آخره وإذا هاد لادجيكتيف كاليفيكاتيف كيتبع الاسم اللي كيوصف كلشي يعني في الجونغ إلو نوم يعني التفكير التأنيث الجمال إذا غنشوفو مون فخيغ بخيفيغ لي غاتو سالي إذا نبدا أول حاجة شناهي لو غاتو أن غاتو سي ماسكولان بلوريال مفرد مذكر إذا سالي كذلك سي تاخد ال يعني مدى مفرد اذا عندنا جمع اوكي لي غاتو ان غاتو يعني ماسكولا وعندنا جمع يعني ماسكولا بلوريال اذا نكتب هنا كذلك سالي اذا غتاخذ اذا المارك ديال بلوريال اللي هي اس ونكتبو سالي سيت دام اي غران اذا هنا سيت دام فيمينا سانغولي يعني مفرد مؤنث اذا تا غروند غتاخذ تانيث اذا المارك ديال التانيث هو او ونقولو سيت دام اي غروند Je trouve ces tartes trop sucrées. Et dans les tartes, il y a une tarte féminine. Et dans les tartes, c'est un féminin pluriel. Qu'est-ce que c'est sucré? Et dans le cas sucré, il y a une chose E de tennis ou S de jambes. Il y a un féminin pluriel. Amchiou, elle raconte une histoire vraie. Il y a une histoire vraie. Et dans l'histoire qui m'a fait chouvou, féminin singulier. Moufrad mouannes. Et dans le vrai, qu'est-ce que c'est sucré? Et dans le cas vrai اللي هي عندها او ديال التانيث عندي دوا في الاخر ديال فيمينا اذا غنكتبو une histoire vraie elle a un beau livre un livre اوكي masculin singulier مفرد مذكر بو بعطرة لها حتى تغيير اذا غتبقى مفرد اذا singulier اذا عندها elle a un beau livre très bien ننتقلوا دابا question de quoi de lexique وعندنا les gentilés الو كومبليت لو طابلو سويفون الوغ بالنسبه جونتيلي هما اللي كيعطينا الاسم ديال لابيتون اذا كنقول مثلا باغ اكزومبل يعني ماروكان سافو دير مغربي يعني عايش في المغرب يعني ابيتون سكان المغرب اذا هنا نكتبو لو نون دو لابيتون ونحدو لو سيفيكس سافو دير لو سيفيكس هو اشنو كنزيد في الاخر
اذا عندنا ماروكان، اذا عندنا ماروكان وردوا البال خاصكم تكتبوا الحرف الاول ماجيسكول. اذا نكتب هنا ماروكان، شنو هو السيفيكس اللي زدت في الاخر؟ زدت اي ان، اذا غنزل السيفيكس ايطالي. اذا شنو غنكتبوا هنا؟ اي ماجيسكول غنكتبوا ايطاليا، هو جونتيلي هو النوم دو لابيتون. اشنو زدنا في الاخر؟ اذا نكتبوا اي ان. اوكي الوغ ايطاليا تري بيان. اذا غنشوفوا بالنسبه مكسيك، اذا مكسيك عندنا سكان مكسيك يتسموا مكسيكا، اذا نكتبوا هنا مكسيكا. الوغ شنو زدنا في جونتيلي في سيفيكس في الاخر؟ شنو زدنا في نوم دو لابيتون؟ زدنا اي ان. الوغ هنا اي ان مكسيكا. اذا عندنا افريك، اذا سكان افريقيا كيتسموا لي افريكا، اذا نكتبوا هنا افريكا. اذا افريكا شنو زدنا في الاخر؟ زدنا كوا اي ان. تري بيان. بقى لينا فرونسي، اذا فرانس سكان فرنسا كيتسموا لي فرونسي، اذا هنا شنو نكتبوا؟ فرونسي. وهنا عندنا سي سيديل، اذا نكتبوا فرونسي كانت مؤنث عن فرونسيز. اذا هنا عندنا فرونسي اشنو زدنا في الاخر؟ زدنا هذه حاله خاصه، زدنا اي اس. اوكي اذا فرونسي. اذا نمشيو دابا السؤال المؤلف اورتوغراف. اذا عندنا كومبليت لارتيكل دو ديكسيونير بار، عندنا سونس دو مو اورتوغراف دو مو كلاس جراماتيكال فراز اكزامبل. اذا انسوبورتابل هنايا فهاد الخانه انسوبورتابل كتعطيك كيفاش كتكتب يعني اورتوغراف دو مو. اذا نجي نكتبوا هنايا اورتوغراف دو كوا دو مو، اذا اورتوغراف دو مو فهاد لا كاز. هنا اشنو كيعطيك؟ ادجكتيف. الوغ شنو ادجكتيف؟ هو لا كلاس ديالو. اذا شنو غنكتبوا؟ كلاس جراماتيكال، كلاس جراماتيكال، اذا كلاس جراماتيكال. تري بيان. اذا غننتقلوا بالنسبه، اذا هنا عندنا كلاس جراماتيكال. اوكي هنا عندنا سابغيلور لويا كوزي دي دولور انسوبورتابل، هنا لي زونفون اون تيتي انسوبورتابل، كيعطيك دي زيكزامبل امثله دي فراز اكزامبل. اذا هنا غنكتبوا فراز كوا اكزامبل، كيعطيك مجموعه ديال الجمل كامثله باش نفهموا المعنى ديال الكلمه. اذا هنا تبقى لينا هاد واحد وجوج كتعني معاني الكلمه، لان الكلمه ما كيكونش عندها معنى، كيكون عندها بزاف المعاني. اذا كنقصدوا بها سونس دو كوا؟ سونس دو مو. تري بيان. اذا سالينا هنا اورتوغراف دو مو كلاس جراماتيكال سونس دو مو فراز اكزامبل. اذا نمشيو لكيستيون 2، كيل لا ناتور دو مو انسيبورتابل؟ هاي عندي نشوفها. اذا لا ناتور هي ادجكتيف، اذا نجي نكتب هنا ادجكتيف. تري بيان. Combien de sens a-t-il? Il y a deux sens. Alors, il y a deux sens. Deux. Ok, juge. Il y a deux sens. Alors, quel est le synonyme de sens 1? Il y a un synonyme ou un mourad. Il y a un sens 1 ou un mourad. Ou un synonyme. Je ne sais pas. On a le synonyme. Ok. Le synonyme. Deux points. On a le synonyme. Comme il y a astros. Astros. Très bien. Il donne le synonyme astros. Il donne